يعني ايه طاقة نووية؟ الناس بتقعد تقول لك يورانيوم وتخصيب يورانيوم ويورانيوم 235 ويورانيوم 238، الناس مش فاهمة حاجة. تقول لي يا عم اديني مثال، اقول لك يا سيدي حلو جدا، لسه النهاردة حاصل موقف بتاع محطة نطنز الإيرانية اللي موجودة واتضربت. طب محطة نطنز دي هل دي المكان اللي بيتم عمل فيه مفاعل نووي مثلا؟ فالحلقة دي هدفها الرئيسي بالنسبة لي انك تعرف ايه هو اليورانيوم، ويعني ايه يورانيوم 235، ويعني ايه يورانيوم 238، ويعني ايه عملية تخصيب يورانيوم، وايه هو اللي بيحصل في محطة نطنز اللي موجودة في ايران، وايه نتيجة الضربة اللي اتخبطتها المحطة دي، وايه الفرق ما بين المفاعل النووي والقنبلة النووية، وايه الفرق ما بين الوقود النووي هنا والوقود النووي هنا، وامتى نقول ان الوقود ده ينفع هنا او ينفع هنا. كل دي اسئله هنجاوب عليها في الحلقه دي. متنساش تعمل سبسكرايب ولايك، ويلا بينا نخش في الحلقه. طيب اول حاجه، هو ايه اليورانيوم؟ اليورانيوم هو عنصر موجود في الطبيعه عادي جدا. النسخه المشهوره منه هي اليورانيوم 238، ودي موجوده في الطبيعه بنسبه كبيره، او مش بنسبه كبيره يعني نقدر نوصلها بسهوله، وموجوده ومتوفره، وهو ده اليورانيوم 238. ده في 146 نيوترون وفي 93 بروتون، وده مش خطر. يعني انت لو هتدور على اليورانيوم 99.3% من اليورانيوم اللي انت هتلاقيه مش هيكون خطر، ومش هيكون مؤذي، ومش هيتم استخدامه بشكل مؤذي. ليه؟ لان انت لو جبت اليورانيوم 238 ده وضربت عليه بروتون او ضربت عليه اي بارتكل صغير او جسيم صغير، فمش هيحصل له اي حاجه، هيمتصه وهيعيش، هيكمل حياته عادي. لكن لو جبت النظير بتاعه، والنظير بتاعه ده اسمه اليورانيوم 235. اليورانيوم 235 ده بقى هو زي ما بيسموه ايه، الاخ الشرير. هو بدل ما يكون 238 في 146 نيوترون، هو في 143 نيوترون، وبالتالي ده بيخليه استقراره اقل. تضرب عليه بروتون من هنا تلاقيه شطر وطلع بكمية الجسيمات اللي جواه دي طاقة مهولة. بس اليورانيوم 235 موجود بنسبة 7%، ودي نسبة قليلة جدا. يعني لو معاك 100 كيلو يورانيوم ففي 700 جرام بس هم اليورانيوم 235، والباقي كله 238. فالمميز في اليورانيوم 235 ان هو قابل للتفاعل بشكل قوي جدا، على عكس اليورانيوم 238. وهنا جيلنا السؤال الاهم، هو يعني ايه تخصيب لليورانيوم؟ والله انا عندي دلوقتي 100 كيلو يورانيوم 238، ال 100 كيلو دول ما يعملوش اي حاجه، لكن لو فرغت منهم ال 700 جرام يورانيوم 235 فدي عمليه تخصيب، ان انت بتحول كميات كبيره من اليورانيوم الغير مضر او الغير خطير لنسبه مركزه اكتر من اليورانيوم ال 235 اللي ممكن يتم استخدامه بشكل خطر. تقول لي طب النسب الخطر لاستخدامه قد ايه؟ والله لو بتعمل مفاعل كهرباء مثلا، زي المفاعلات اللي بتتعمل وبتولد كهرباء، فانت هتحتاج تركيز من 3% ل 5%، وبالتالي هتزود التركيز تقريبا من 6 ل 7 8 اضعاف التركيز اللي موجود فيه في الطبيعه. ودي العمليه اللي اسمها التخصيب، او اجهزه طرد مركزي. والاجهزه بتاعت الطرد المركزي دي بتفصل اليورانيوم 238 على 235 بطريقه معقده شويه، وبتنتج لنا نسب مركزه من اليورانيوم. ما بيوصلش لنسبه 100%، ولكن بيوصل لنسبه اعلى، وبالتالي كل ما النسبه تزيد تعدي 20% 30% 40% لحد ما تعدي 45%، وده بيسموه النسبه الاخطر، لان نسبه 45% ما بعدها يستحيل استخدامه في اي حاجه غير ان هي تكون حاجه خطر او سلاح مضر. وده اللي بيخلي عملية حصول على جهاز طرد مركزي بالقوة دي يوصل لتركيزات عالية بالمنظر ده تكون عملية صعبة جدا. تيجي تقول لي بقى، معنى كده ان نفس الوقود اللي انا بستخدمه في المفاعل النووي هو اللي بيستخدم في القنابل والحاجات المضرة؟ اقول لك لا، ما انا قلت لك التركيز بيختلف، وكل ما زاد التركيز كل ما عملية الوصول لسلاح بتكون اعلى. طيب تقول لي، طب هي الكتلة قد ايه اللي انا محتاجها عشان اقدر اوصل للكريتيكال زي ما بيقولوا؟ يا عم خلص بقى. الكتلة المعروفة الكلام ده كله هي 47 كيلو من اليورانيوم ال 235، ولازم يكون تركيزها فوق ال 90%. دي عملية سهلة؟ لا، عملية صعبة جدا، وصعوبتها ان عملية ده انت مستقصدني بقى وصعوبتها ان انت لكل ما توصل لتركيز اعلى عملية التنقية او التخصيب بتكون اصعب مع الوقت.
تقول لي يا عم اديني مثال، اقول لك يا سيدي حلو جدا، لسه النهارده حاصل موقف بتاع محطه نطنز الايرانيه اللي موجوده والضرب. طب محطه نطنز دي هل دي المكان اللي بيتم عمل فيه مفاعل نووي مثلا؟ لا، هو ما تعملش فيه مفاعل نووي، هو فيه الاجهزه بتاعت الطرد المركزي اللي بتعمل عمليه تخصيب اليورانيوم وتحويله من تركيز قليل لتركيز عالي، بيحاولوا يستخلصوا 235 ان هو يكون الوقود الاساسي عشان يقدروا يعملوا بيه قنبله، وبالتالي لو وصلوا للكريتيكال ماس يقدروا يعملوا القنبله بتاعتها. تقول لي حلو جدا، طب ليه بقيه الدول ما بتعملش زي ايران كده؟ عايز اقول لك ان عمليه تصنيع حاجه زي كده وخطورتها ان هي تعمل تسريب نووي بتبقى عاليه جدا، لان الوقود ده خطر جدا، وممكن هو نفسه لو ما تمش التعامل معاه بشكل امن او حصل له اي حاجه تغير من استقراره ان هو يتسبب في انفجار جوه المكان اللي هو موجود فيه، وبالتالي هيكون خطر على المكان اللي بيتم تصنيعه فيه اكتر من ان انت تروح بقى لسه هتصنع له قنبله وتعمل له الكلام ده كله. لا، هو ممكن يأذي الناس اللي موجوده فيه، وده اللي حصل على فكره النهارده. عمليه التسرب الاشعاعي اللي حصلت النهارده في نطنز بسبب اللي حصل فيه، هما بيقولوا ان هو حصل جوه المكان بس، جوه المحطه بس، ما حصلش بره. وده يرجع لسببين، حاجه منهم يا اما ان الوقود لما بيتم تخصيبه بيتنقل لمكان تاني، وبالتالي كده المحطة ما فيهاش وقود كفاية ان هو يحصل او ان هو يتسبب ان في مشكلة تحصل، المكان اتلوث اشعاعيا بنسبة الوقود النووي اللي موجودة فيه، لكن بقية الوقود او بقية اليورانيوم 235 اللي متخصب موجود في حتة تانية، وده الطبيعي، ده اللي بيحصل، المفروض ان هو اكيد متشال في حتة تانية. لكن لو كانوا بالغباء الكافي ان هم شالوا الوقود نفسه تحت المحطة نفسها والوقود ده اصبح غير مستقر، فده معناه ان هو يا اما هيشع اكتر، يا اما ممكن يبدا عمليه اسمها التشين رياكشن، ان هو التشين رياكشن، وده اللي بيحصل جوه القنبله النوويه بالظبط، ان هي لما بيتخبط عليها بروتون بتتفكك ويطلع بروتونات، تخبط في اللي بعده وتخبط في اللي بعده وتخبط في اللي بعده، سلسله لا متناهيه من الطاقه العاليه جدا بتطلع حراره اقوى واسخن من سطح الشمس نفسها، وده بيوصلنا لنتيجه مرعبه. انت ازاي تعمل حاجه الحاجه دي المفروض تساعدك ولكنها بسبب خبطه بسيطه تحصل كل المشكله دي؟ عشان كده بيتم توزيع برضه الوقود في حتت مختلفه، بس ممكن يكونوا بالغباء الكافي ان هم شالوه تحت الارض في نفس المنطقه، وبالتالي لما حصل كده حصل التسرب الاشعاعي. لسه مش عارفين، بس في الحالتين الموضوع خطر، التعامل مع المنشات النوويه خطر. طيب تقول لي هل ده لو حصل في مفاعل نووي بتاع الكهرباء اللي بينتج طاقه كهربائيه عادي جدا هيتسبب بنفس المشاكل؟ هقول لك لا، لان زي ما قلت لك تركيز اليورانيوم الاقل، كمان عمليات السيفتي والامان والحيطان الخرسانيه الاقوى والحمايه وكل الكلام ده كله، وكميه الوقود نفسها بتكون اقل، بتسمح ان الموضوع يبقى كونتيند اكتر. هو ممكن يتسبب بتسرب اشعاعي، بس مش هيفرقع، مش هيعمل نفس التاثير القوي جدا ودرجه حراره الشمس وسطح الشمس والكلام ده كله، لا، هيكون تاثير اشعاعي على المدى البعيد، تركيز قليل، ولكن ممكن يتم الاحتواء به زي ما حصل في تشيرنوبل. ولكن تشيرنوبل يعني كارثه كبيره جدا، دلوقتي المفاعلات تطورت وبقت مستواها الجيل الرابع والجيل الخامس اقوى بكتير. فمحطه نطنز اللي اتضربت دي كانت مليانه اجهزه طرد مركزي بتنتج سادس ماده اسمها سادس فلوريد اليورانيوم 235، ودي الماده الاساسيه اللي بتكون الوقود بتاع القنبله. واتمنى ان ما يكونش حد اتأسى في حاجه زي كده، لكن الهدف من الحلقه دي ان انا كنت اعرفك عن يعني ايه يورانيوم 235، يعني ايه يورانيوم 238، ايه الفرق ما بين ده وما بين ده، ايه هو اليورانيوم المشع، يعني ايه يورانيوم مشع اصلا، وايه الفرق ما بين النظائر بتاعته، ويعني ايه تخصيب يورانيوم، وليه اللي بيحصل في محطه نطنز ديت حاجه خطر جدا، لان هما بيعملوا المفاعل او بيعملوا الوقود ذو التركيز العالي، بيسموه التركيز العالي جدا، فبالتالي ده ممكن يتسبب بمشاكل كتير، اتمنى ما تحصلش. بس اديك عرفت الوضع الحالي، او عرفت يعني ايه طاقه نوويه، ليه التفاعل التشين رياكشن ده بيحصل. فاحنا جاوبنا على كل الاسئله اللي احنا محتاجين نجاوب عليها. اتمنى كل الحلقه عجبتكم، اعملوا لايك، ما تنسوش تعملوا اشتراك،